السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام متابعي قناة ثندر بي الطيور. مرحبا بكم أخوتي الكرام لهذه الحلقة الجديدة ودرس جديد. طبعا كما نقول دائما نبحث عن الأفضل وتقديم الأفضل لطيورنا. طبعا هلأ أنا موجود عند أحد الأصدقاء اللي موجودين بنيدا، طبعا هو غير مربي للطيور، حكى معي قال لي تعال عندي زيارة، فتفاجأت بهالبقعة الخضراء الموجودة عنده في البيت. طبعا اليوم موضوعنا عن مادتين طبيعيتين لازم نقدمهم للطيور، فبنحاول قدر الامكان نبحث عن كل ما هو جديد. طبعا المادتين اخوه الكرام هي اللهم صل على سيدنا محمد، الخس طبعا، والهندباء البريه. ما شاء الله طال عنده هندباء بريه كانه زرع زراعه. طبعا هاي هي الهندباء البريه، هذه هي الهندباء البريه طبعا، وهذا هو الخس. طبعا اخوه الكرام هذول المادتين طبيعيتين 100%، لهم فوائد عديده للطيور. طريقه التقديم وامكانيه التقديم راح احكيها بفيديو ثاني. طبعا بس راح تروح على البيت راح افرجيكم كيف عم بقدمها للطيوره، وراح احكيكم عن الفوائد العظيمه الموجوده داخل هذه المادتين. طبعا اخوه الكرام النصيحه الاهم لطيورك انه نحن هلا في هذا الفصل بتتكاثر فيه جميع الخضروات المهمه للطائر داخل القفص، فهذه المواد اخوه الكرام لازم تعتمد عليك انت كمربي تقوم بانتقائها من البريه وتقديمها للطير من اماكن نظيفه. برجع بكرر من اماكن نظيفه. طبعا الحلقة الثانية أو المقطع الثاني راح يكون داخل غرفة الطيور، وراح يكون عن طريقة التقديم والفوائد الموجودة داخل هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام متابعي قناة تربية الطيور، مرحبا بكم أخوتي الكرام. تكملة للفيديو السابق عندما تكلمت عن الخضروات الثلاث التي وجدناها عند أحد الأصدقاء في حديقة المنزل، طبعا هي الهندباء البري والخس والجرجير. تعتبر هذه الخضروات كنوز طبيعية 100% كونها تحتوي على نسب عالية من المواد التي يحتاجها الطائر داخل القفص. سوف نتكلم عنها في الترتيب وطريقة الاستخدام، ولكن قبل ما نبلش لا تنسانا باللايك والشير ومشاركة هذا الفيديو. طبعا أخوة الكرام صورت أنا فيديو سابق ولكن نتيجة المونتاج لم ينجح مع الفيديو، فاضطريت أن أصوره مرة ثانية. الصوت كان داخل غرفة الطيور كتير في ضوضاء، فاضطريت أن أصوره خارج غرفة الطيور في المنزل. طبعا أخوة الكرام بالنسبة للخس، يعتبر الخس من المواد الفعالة التي تساعد على عملية الهضم بشكل جيد، حيث يحتوي على نسب عالية من المواد الملينة للأمعاء والقانصة. نقوم باستخدامه على شكل تقطيع، يعني منقطعه قطع صغيرة، لأنه هلق نحن المواد اللي ما نستخدمها كلياتها على شكل سلطة، فلذلك الأمر طريقة التقديم رح نتركها لآخر شيء. طبعا أول شيء حكينا على الخس، ثاني مادة لازم نستخدمها هي الهندباء البرية أو الهندباء السورية. طبعا هدول المادتين أو هاي المادة إخوة الكرام مادة أيضا تساعد الطيور على تنظيف على عمل الكبد، تنظيم عمل الكبد وتخليص الكبد من السموم. تحتوي على نسب عالية من موانع الأكسدي ومادة الأيلونين اللي بتساعد على عمل الكبد بشكل طبيعي وبدون أي مشاكل. طبعا هذه الطيور تحتاجه داخل القفص، يعني هذه المادة الطيور تحتاجها داخل القفص، فيجب أيضا تقديمها للطائر. تنتشر في هذا الوقت من السنة. طبعا المادة طبيعية، برجع بكرر، المادة الثالثة هي مادة الجرجير. مادة الجرجير أخوات الكرام يعتبر الجرجير من المواد المحفزة جنسيا، والذي يحتوي على مادة الدي أو الدي 3. طبعا هاي المادة أخوات الكرام أو هذا الجرجير أيضا إذا تحصلنا عليه من الطبيعة يكون أفضل من السوق، لازم تقديمه للطيور ولو بالأسبوع مرتين. هلأ ما نحكي عن طريقة التقديم لجميع هاي المواد اللي ذكرناها. طبعا بالنسبه لطريقه التقديم اخوتي الكرام هي على الشكل التالي. اولا يجب غسل الخضار بشكل جيد، هي ملاحظه مهمه. الخضار لما بتجيبها من السوق او من الطبيعه لازم عليك انت كمربي انك تغسلها بشكل جيد حتى تتفادى كثير من الامراض. ممكن يكون في يرقات، ممكن يكون في بيوض لطفيليات موجوده على هذه الاوراق وبياكل الطائر وبالنتيجه نقل الامراض للطائر. طبعا الماده طريقه التقديم قبل بعد الغسيل نقوم بتجفيفها بشكل كامل من الماء، لأن وجود الماء مع الخضروات لو منقدمه للطائر راح يسبب مشاكل معويه للطائر. طريقه التقديم نقوم بفرم الثلاث مواد، يعني ورقه خس، ورقه جرجير، وورقه هندباء. ورقه خس، ورقه جرجير، ورقه هندباء نقوم بفرمها وتقطيعها على شكل قطع صغيره، يعني بالشكل انه الطائر يحسن ياكل منها. وبنقوم بوضع معلقه او نصف معلقه كبيره داخل معلف للطائر مخصص لوضع الطعام، نصف معلقه صغيره من الخليط، طبعا خس وجرجير والهندباء. طبعا طريقة التقديم اخوتي الكرام مثل ما ذكرنا، في سلطة نوضعها للطائر مع بعضها ومقدمة للطائر. طبعا مدة التقديم بفصل الشتاء، في فصل الشتاء نقدمها مرتين فقط، وفي فصل الصيف نقدمها ثلاث مرات.
التي يوجد لديها فراخ لا نقدمها حتى يتجاوز عمر الفرخ السبعه ايام. تمام، حاطنا على البيض منقدم له اياها، المريض ما منقدم له اياها. انتباه وتحذير، اذا كان عندك طائر مريض ما بصير تقدم له هاي الماده. ليش يا ابو نصر؟ لانه الطيور عندما توقع بالمرض وخصوصا الامراض المعويه، اذا ما نقدم له نحن خضروات هذا الامر راح ينعكس سلبا على الطائر وممكن يؤدي الى موت الطائر. فذاك الامر ما منقدم اي نوع من انواع الخضروات للطائر، خصيصا لما بيكون مريض بمرض معوي. لهذا القدر نتفق معكم هذا الفيديو، لا تنسونا من اللايك والشير ومشاركه هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو نصر. كما تلاحظون اخوتي الكرام، اقبال الطيور عليها واكلها بشراهه مطلقه، بشراهه مطلقه ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي هي سلطه ابو النصر. طبعا في طيور لحد الان ما شافتها، في طيور بلشت تاكلها مثل ما انتم شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه طيور جابونيز او الفلل، بلشت الاكل منها. هون عندنا في الفلل اللي فوق، بتمنى يكون واضح الفيديو. مثل ما انتم شايفين هروها بالارض صار ياكلوها. هون في عندنا كذلك كمان، كذلك كمان مثل ما انتم شايفين عم ياكلوها. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا اكيد الطيور لما تكون انت موجود كصاحب موجود ما راح تشوف الطيور عم تاكل من الخلطه اللي بتحط ليها او اي نوع من الطعام اللي بتحط ليها بشكل مباشر، ولكن من خوف منه يعني بيخافوا منك الطيور بشكل عام، بتخاف منك. طبعا هون عندنا هون الافراخ، طبعا هاي الافراخ جديده، قطف جديد. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الدرس القادم راح يكون عن السبب الرئيسي او ايمت نحن نفطم الفراخ، توقيت المناسب لفطم الفراخ. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما كنتم شايفين عم يتخانقوا عليها. طبعا انا بعور طيوري على كل شيء من اول هن فراخ، من هن وفراخ بعودهم على جميع انواع المأكولات الطبيعية على جميعها. طبعا ما شفتوا مثل ما حكينا لكم الطيور بلشت تاكل منها. طبعا هون عندنا في عندنا زوج تحت منه افراخ. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا يطلبوا الغر من الاهالي لانه هالي بلش ياكل الخضره. طبعا انا بحضر تحطيم، لا تقولي ابو نصر شلون انتجت طلعت فلل تحت الاسترالي، انا بحضر تحطيم. هذا مو يعني ما راح اعمل لكم فيها خرافات وخزعبلات ما بسوي الشباب الطيبه. انا بحضر بيض من الفلل تحت الاسترالي، طلع عندي استرالي، طلع عندي فلل. كل شيء بيقول لك طلع فلل من تحت الاسترالي كذاب. بهذا القدر بكون اكتفيت معكم هذا الفيديو، بتمنى من الجميع الصلاه على سيدنا محمد ومشاركه هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو نصر.